حفظوك علما ان هذا السيد هذا اصلا قال لي قالوا حيت الدوار ديالو اللي كان فيه قبل تيجي لواحد السيد صاحبي راه معه هو في المحكمه نفس العمليه كانت تقريبا نفس الحاله ديال التجسس نفس الحاله ديال مع المساهمه هما يمكن ما كان عندهم والو ما كانش عندهم دليل قاطع ولا مادي انت دابا الكاميرات تثبتوا لا الكاميرات تثبتوا الكاميرات الحمد لله على هذا العلم الكاميرات تثبتوا ولكن ما كانوش الكاميرات يكونوا يقولوا الناس بلا غير بغيت نحط عليه تهمه لكن الحمد لله الكاميرات هما اللي وثقوا وراه عندك شي مفرغ في الاقراص بارك الله فيك دوات جيت واحد الليله متاخر مع الواحده مساء فاذا بالزوجه تقول لي بلي راه شي واحد كان تيطلع علينا من السرجم ديال الجامعه كيفاش هذا غيطلع عليكم من السرجم ديال الجامعه كيفاش رجعنا للكاميرات مزود البيت بمجموعه ديال الكاميرات المراقبه من جميع الاتجاهات والنواحي رجعنا للكاميرات فلقينا ان السيد الامام هو اللي تيجسس على الوليدات امام الجامعه هو تيجسس على الدراري تيخلي حتى 12 د الليل وحده د الليل اصلا من عندنا حنا تنخدموا الاشغال حتى تنجي في الليل وتخرج ديال الساحه ديال الجرده ديالي وتبقى خدامه الاشغال ديالها مور العشاء الجو مبرد حيت كاينه الحراره تيبقى حاضر في الليل حتى تيمشيو الناس وتيبقى حاضر ليا الدار تيبقى يدير بحال داك تيطلل ويهرب يطلب من هاد السرجم لهاد السرجم وحاضيهم الدراري ولاو خايفين قال كيفاش غادي نجلسو دابا تي صعاب عليا انني نخوي الدار لان الحركات اللي كان تيدير وكانه باغي ينقز عليهم ملي رجعنا للكاميرات الايام الماضيه الاخرى لقينا ان السيد كل ليله كان تيخرج يتصنت عليهم كل ليله تيخرج يقلب عليهم وبقى يقيس السرجم دير هنا وبقى يتجسس عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل دابا عندي الوليدات خايفين يجلسوا في الدار ما حد هاد السيد جات هنايا لا قدر الله لو كان كنت انا ما عطانيش الله تعالى واحد العقل اللي غادي نتعامل شغندير ليه ديك الساعات واش من مستوى قلتي عندك انا عندي الاجازه في كليه الشريعه والقانون دابا دابا قلتي لنا حسن تنجي الماستر ان شاء الله تعالى ان شاء الله 8 سنوات وانت هنا في هذا المنطقه شنو هنايا في الدار اذا شنو درتي مع هذا السيد هذا من بعد ما لحد الساعه ديك الساعه تلس العون السلطه الله يجازيه بخير وقال لي لا كاين شي حاجه ارجونجي ما كاينش حتى الصباح الصباح جاء هو مجموعه ديال الناس الساكنه الاصدقاء والاحباب وريتهم الكاميرات قال لك هذا السيد راه ما خصوش يجلس هنايا دابا الاجراءات اللي درت هو انني كتبت واحد الشكايه للسيد وكيل جلاله الملك وغادي نديها له ان شاء الله يوم الاثنين ودرت داك الفيديوهات اللي كاينين في الكاميرا درتهم تفريغ ودرتهم في اقراص ان شاء الله تعالى باش نعطيهم في المعال المحضر والسكينه شنو دارت معاه شنو قلت السكينه يستنكرون هذا الفعل حيت هما دابا ولادهم حق الله انا دابا راه نقولوا مئات ديال الوليدات اللي انا سبعت لهم راه تيقراو عن تيقراو في المدرسه ولادهم هما ولادي وولادي هما ولادهم الحمد لله حنا ولينا واحده فتيستنكروا ما عرفوش ما يديروا كي غيديروا يتعاملوا مع هذا الواقع فانا قلت اول حاجه بعدا نعيطوا للوجوه بحالكم الاعلام اللي غادي ينصفنا ويوصل الرساله ديالنا للجمهور ومن بعد ما ذلك ان شاء الله تعالى حنا غاديين مع الله تعالى باش العداله تاخذ المجرى ديالها ومني واجهته شنو كان واجهناه مشاو شي مجموعه ديال الاصدقاء مشاو عنده قال لهم اودي انا تنعتذر وكذا والشيطان هو اللي دارها ليا وكذا كيفاش تعتذر طلع على الناس ديال العورات ديال الناس في نص الليل وتقول لي انا تعتذر الشيطان راك حسبنا الله ونعم الوكيل هاكا تنعتذر وصافي ما تنعتذر شنو تعتذر يقول لي كان تعتذر خلي انا دابا نخليها انا بنتي مرتي وولدي نخليهم ونسافر كيما ندير نسافر كما قلتي واحد الانسان شارب عقلك وحاف ذكر الله كون ما عارفين وصلتو تكبر الدعوه تكبر ديك الساعات لو كان كان شي واحد تولي انت المجرم انت الضحيه دابا تولي انت المجرم اذا تعلم من هذا المنبر تنطلب من السلطات المحليه باش تاخذ ليا الحق ديال هاد الوليدات وبصفتنا حنا في تابعين لرجال الدرك الملكي تنطلب الله تعالى يحق لنا الخير مع هذا رئيس الدرك الملكي هو اللي يتابع الملف بالتوازي بخير مع السيد وكيل العام هما اللي ياخذوا المسطره القانونيه والمسطره القضائيه اللي غادي تمشي فيها حيت لو كان كنت انا واحد شي واحد حمق ولا ما مقادش في عقلي لو كان كانت الامور تمشي تطلق المراه ولا تمشي عنده ولا شي حاجه من هاد الحوال نفكوا اسره اعلى اعمال كان ممكن حنا في غنى عنها سيبيانيه
صبيانيه ما حتى. ودابا هذا الفعل هذا من بعد ما فرغتي الفيديوهات لقيتيه معاود نهار وجوج وثلاثه نهار وجوج داك قدر الله اللي حصل داك النهار. ملي رجعنا بقينا ترجعوا للكاميرا في الايام الماضيه ما قبلها لقيناه هو النهار في ديك الوقيته 12 الليل الوحدات اللي تيدير ديك الاعمال تيطلع عليهم. ما دابا حيت السرجم تيطلع على الداخل ديال الدار داخل الدار. اذن رساله اخيره رسالة الله تعالى يحقق المبتغى ديالي في الناس ديال الدرك والسيد الوكيل العام والله يجازيهم بخير.